النادي الاهلي بيحقق فوز صعب جدا على البنك الاهلي في اول انتصار للفريق الاحمر على الفرقه الصاعده للدوري حديثا من السنه اللي فاتت في ثالث مباراه بينهم. ماتشين السنه اللي فاتت بنك الاهلي قدر انه يخطف نقطتين من النادي الاهلي، تعادل سلبي في ماتش الدور الاول وتعادل ايجابي 1-1 في الدور الثاني، كان احد اسباب ضياع اللقب من الاهلي السنه اللي فاتت. النهارده النادي الاهلي بينجح في كسر القاعده دي وبيحقق اول انتصار له على البنك الاهلي منذ صعوده للدوري الممتاز. طيب موسيماني بدا المباراه في باستكمال لطريقه اللعب والتكتيك اللي لعب بيه في ماتش الاسماعيلي في الجوله الاولى، ويكمل بال 3-4-3 وما غيرش خالص في التشكيل، بسوى التغيير الاضطراري لان هو دخل محمد هاني كباك يمين ورحل اكرم توفيق نص الملعب لغياب اليو ديانج الموقوف بسبب الطرد في ماتش الاسماعيلي. النادي الاهلي بدا 3-4-3، كابتن خالد جلال برضو كان متوقع قدام النادي الاهلي لعب بطريقه 5-4-1 او 4-1-4-1 بانضمام احد لعيبه الهاف ديفندر للمساكين عشان يعملوا ستاره قدام هجوم الاهلي المتوقع. الشوط الاول النادي الاهلي كان عنده ازمه واضحه في الوصول لمرمى الزنفولي حارس مرمى البنك الاهلي. ليه؟ لان البنك الاهلي عمل الزون ديفنس المعتاد، خمسه واقفين ورا وقدامهم ستاره من اربع لاعبين، وكان المهاجم الوحيد فادي فريد بيقابل من نص الملعب وسايبين نص ملعب النادي الاهلي ده متكتلين في التلت ده. طيب النادي الاهلي بيلعب 3-4-3، واحنا اتفقنا 3-4-3 بتحتاج ورك ريت عالي جدا 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 من كل لعيبه الفريق. ليه؟ 3-4-3 بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التلاته اللي قدام دول في لا مركزيه عندهم، والاثنين فول باكس اللي عندك دول طايرين، بس طايرين لداخل الملعب مش للطرف. انك لو طرت للطرف في طريقه 3-4-3 اللي بتلعب بيها بفولس 9 مهاجم وهمي والثلاث لعيبه اللي قدام اللي هم لويس ميكيسون وبيرسي تاو ومجدي قفشه، مفيش ولا واحد فيهم راس حربه صريح ولا حتى واحد فيهم طويل، فبالتالي الفول باكس اكبر غلطه ممكن يقعوا فيها انهم يلعبوا اللعب التقليدي. ايه هو اللعب التقليدي؟ ان انا اجري لغايه اخر الخط واروح رامي الكروس. لو انا رميت الكروس ده اكيد مش هيبقى ليا اي زميل داخل منطقه الجزاء غير واحد بس، لان اكيد استحاله ثلاث لعيبه القصيرين دول ان هم يخشوا منطقه الجزاء او يكون عندهم تعليمات ان هم يخشوا منطقه الجزاء عشان يستنوا الكرات العرضيه. وبالتالي النادي الاهلي كان عنده ازمه في حل المعضله بتاعه الخماسي الخلفي عند البنك الاهلي، وبدا يلاقي نفسه ان هم محمد هاني وعلي معلول مضطرين يقعدوا يلفوا بالكوره او يبقوا مجبرين يلعبوا الكرات العرضيه اللي كانت بتروح سهله جدا جدا لدفاع البنك الاهلي او للزنفولي حارس المرمى. طيب بيرسي تاو شفناه في ماتش الاسماعيلي كان بيسحب دفاع الاسماعيلي كتير نص الملعب وبياخدهم، كابتن خالد جلال كان واضح ان هو فاهم لعبته، ما تنجروش للعبه دي، يعني لو شفته بيرسي تاو نازل نص الملعب سيبوه، محدش يجي جنبه. مجدي قفشه نزل نص الملعب سيبوه، لويس ميكيسون نزل نص الملعب سيبوه، محدش يقع في فخ السكرينات اللي مهاجمي النادي الاهلي كانوا بيحاولوا يعملوها، وبالتالي فضل الفرقه واقفه. هنا حصلت الازمه للنادي الاهلي، وجد عنده صعوبه في الاختراق لان بصراحه برضو غياب اليو ديانج اثر جدا جدا على الورك ريت في نص الملعب. دخول اكرم توفيق لنص الملعب وتركه لمركز الفول باك في الجانب الايمن اثر بشكل واضح برضو على الحته دي، وبالتالي النادي الاهلي ما قدرناش نشوف نفس الوحده الواحده او الكتله الواحده اللي كانت بتجري مع بعضها في ماتش الاسماعيلي. حصل مشكله في الطريقه، خلاص الطريقه ما بقتش تنفع، وبالتالي الشوط الاول انتهى، مفيش فرص خطيره على مرمى زنفولي، اللي بيتفرج مش حاسس بنفسه خطوره النادي الاهلي كان شافها في ماتش الاسماعيلي. الحل جه منين؟ الحل كان موسيماني مضطر انه يسحب محمد هاني ويتخلى عن محمد هاني ك فول باك ايمن ويرجع الطريقه ل 4-2-3-1 ويلعب بيه مهاجم صريح. تحويل الطريقه دي بعد 5 دقائق من بدايه الشوط الثاني كان له اثر كبير جدا جدا في فتح خطوط البنك الاهلي. ليه بقى؟ لان انت بالطريقه لما حولت ل 4-2-3-1 ولعبت محمد شريف
محمد شريف بدأ يسحب معاه لعيبة داخل منطقة الجزاء، فبدأ يعمل فجوة في نص ملعب البنك الأهلي. دخول مجدي أفشة كبلاي ميكر أساسي، ترحيل بيرسي تاو على الجانب الأيمن، وبقاء لويس ميكيسون على الجانب الأيسر، بدأ يعمل استريتش للملعب. الاسترتش ده ما كانش موجود في 3-4-3 بتتلعب نارو جوه على مستوى ضيق من الملعب، انما ال 4-2-3-1 لازم تعمل استرتش للملعب. لما انت عملت الاسترتش للملعب بدات تتفتح المساحات ما بين لعيبه البنك الاهلي، ان هم مجبرين ان هم عفوا ان هم يرجعوا عشان يغطوا مع لعيبه الاهلي المتقدمين، فبالتالي بدات المساحات تبان. وهوب جت اول فرصه لما محمد مجدي قفشه اتقدم ودخل معاه حمدي فتحي وعمرو السوليه، وبداوا يحاولوا يسددوا من خلال منطقه الجزاء لغايه لما جت الكوره اللي كان فيها فول يعني عمل لها فولو محمد شريف وقدر يجيب الهدف. فكسر جمود دفاع البنك الاهلي جه من القرار الجيد اللي خده بيتسو موسيماني، تغيير خطه اللعب في الدقيقه 50 من 3-4-3-4-2-3-1، وهنا قدر ان هو يحرز الهدف. الهدف جه في الدقيقه 62، وهنا معظم جماهير النادي الاهلي حط ايدها على قلبها. ليه بقى؟ بداوا يفتكروا سيناريو الدور الثاني السنه اللي فاتت لما النادي الاهلي كان متقدم 1-0 بجون طاهر محمد طاهر، وبدا النادي الاهلي يتراجع للدفاع وساب الكره للبنك الاهلي. النهارده انا اشوف بيتسو موسيماني اتعلم من الخطا اللي حصل ده، ورفض ان هو يحول طريقه اللعب ل 4-3-2-1 زي ما عمل كان بيعمل السنه اللي فاتت، وقرار جيد ان هو ابقى على الطريقه 4-2-3-1 لنهايه المباراه، وعمل تغييرات مباشره. بمعنى ايه؟ مجدي قفشة تعب، اوكي اسحب قفشة ونزل عمار حمدي كبلاي ميكر وفي الدفاع يرجع معاهم، لكن عمار حمدي مكانه الاساسي ايه؟ بلاي ميكر. صحيح البنك الاهلي كان بيحاول هو يعني يضغط بكل خطوطه، بدا يفتح خطوطه، بدا الكابتن ايهاب جلال يتخلى عن الخماسي الخلفي وحول طريقه اللعب ليه برضو اربعه لما يشبه ال 4-2-3-1، وتخلى خالص عن الستاره الخلفيه. ولكن اللي انا اشوفه انه ان الفرقه ما قدرتش تعمل نفس عدد الهجمات اللي عملته في ماتش الدور الثاني اللي فات، وعشان كده تهديد مرمى علي لطفي كان فيه طبعا هجمات خطيره، ولكن مش بنفس الخطوره او مش بنفس الكم اللي كان موجود في مباراه الدور الثاني السنه اللي فاتت. ليه؟ لان النادي الاهلي كان ابقى على شكله الهجومي، وبالتالي كان قادر ان هو يبحث عن هدف تاني، بس هو ما اتحققش لان الكره بتاعت حمدي فتحي جت في القائم، ولكن كان فيه هجوم. لكن اللي يفتكر ماتش الدور التاني السنه اللي فاتت، النادي الاهلي لما جاب الهدف خلاص كله رجع للخلف. وبالتالي اشوف ان بيتسو موسيماني اتعلم الدرس بتاع الموسم اللي فات لما كان بيتقدم 1-0 ويحول طريقه اللعب ل 4-3-2-1 ويبدا يلجا للدفاع وخلاص عشان يطلع كسبان. النهارده الدرس بيقول لك اهو لما انت ابقيت على طريقه لعبك قدرت ان انت تخرج بيه الثلاث نقاط على عكس اللي حصل الموسم اللي فات. ده كان تحليل سريع لمباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي. مبروك للنادي الأهلي وصوله للنقطة الستة، والنهاردة مبروك نادي الزمالك وصوله للنقطة الستة برضو بعد فوزه على طلائع الجيش 2-0. إن شاء الله بقى نستنى مباراة القمة بإذن الله يوم الجمعة الجاية، ديربي جديد ما بين كارتيرون وموسيماني. نتمنى إن احنا نشوف مباراة حلوة، في لعيبة كتيرة جداد على الديربي هنتكلم عليهم، وبإذن الله بإذن الله نعمل حلقة تقديم للديربي قبل الماتش بيوم، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله أشوفكم يوم الجمعة في لايف قبل الماتش وبعد الماتش، نحلل الماتش مع بعض في ترند يلا كورة. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.